شهد مركز الشيخ زايد بجامعة الأزهر الشريف تكريم 30 طالبا وافدا من حفظة القرآن الكريم في احتفالية نظمتها مؤسسة أبو العينين الخيرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر. وخلال الاحتفالية أكد الطلبة المشاركون الدور الهام الذي تلعبه الدولة في تقديم كافة أشكال الدعم لحفظة القرآن الكريم. هنا داخل مركز الشيخ زايد بجامعة الأزهر الشريف تم تكريم 30 طالبا وافدا من حفظة القرآن الكريم في احتفالية نظمتها مؤسسة أبو العينين الخيرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر. لينا رسالة يهمنا جدا جدا، إن الطالب اللي بيتعلم عندنا في بلدنا بيخرج من البلد يعتبر سفير الأزهر الشريف. على فكرة يا فندم، احنا عندنا آلاف من الطلبة بيجوا لنا بيتلقوا مساعدات شهرية عندنا في المؤسسة من أجل رقي مستواهم العلمي عشان يرجعوا لبلادهم وهم في احسن حال. الحقيقه احنا لينا مبدا في مؤسسه ابو العينين وهدف، احنا ليه بنكون حريصين على الاشتراك في المسابقات التكريمه؟ النهارده احنا شايلين كافه تكاليف المسابقه، ليه؟ حرصنا على تكوين شخصيه تنفع بلدها. في اكثر من جهه، سواء كانت جهه اهليه او جهه اجتماعيه وجهه تعليميه، فبتشارك وتدعم مثل هذه المسابقات، لأنها أولا كما دائما نقول إنه القرآن هو مركز الدراسة الإسلامية، الأساس، نواة هذه الديانة ودستورها، وأيضا قضية الأزهر ومصر والطلاب الوافدين. هذه قضية نحن ورثناها عن الأجداد، أجدادنا وأجداد أجدادنا كانوا يستقبلون طلاب الوافدين من كل بقاع العالم للدراسة بالأزهر. الاحتفالية التي شهدت توزيع الجوائز على الفائزين أكد فيها الطلبة على الدور الكبير الذي تلعبه الدولة في تقديم كافة أشكال الدعم لحفظة كتاب الله. أنا بصراحة الحمد لله شاركت في المسابقة التي عقدت في شهر رمضان المبارك، والتنافس كان شديد جدا، لكن الحمد لله أنا كنت من الفائزين. أتيت في مصر لتعليم القرآن والحديث، والحمد لله هنا أنا سابقت في مسابقة، والحمد لله هنا شاركت وفزت بمسابقة الحمد لله. تأتي الاحتفالية لتشجيع الشباب في حفظ ودراسة كتاب الله العزيز، فهم النجوم اللامعة التي تنير دروب العلم والهدى وترفع راية التفوق والتميز في حفظ القرآن الكريم. محمد الخطيب، التلفزيون المصري.